أهلا بكم متابعي قناتنا الكرام. نعود مرة أخرى في هذا الفيديو إلى الترددات، ونخص هذا الفيديو بترددات قنوات المسلسلات مسلسلات رمضان 2019. نلتقي بعد هذا الفاصل القصير. إذن كما أخبرتكم سأقدم لكم في هذا الفيديو ترددات القنوات التي ستعرض مسلسلات رمضان لهذه السنة. المسلسلات هي المسلسلات العربية المصرية والسورية، وأيضا المسلسلات الأجنبية المدبلجة. أول قناة سأعرضها عليكم هي قناة سوريا دراما. قناة سوريا دراما كما تعرفون هي قناة متخصصة في عرض الدراما السورية على مدار اليوم، وهي قناة سورية تابعة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية. تردد قناة سوريا دراما على النايل سات هو 11179، الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعدل تصحيح 5/6. ثانيا القناة الثانية هي قناة بانوراما دراما 2، وتردد قناة بانوراما دراما 2 الجديد هو على نايل سات 12341، الاستقطاب أفقي الترميز 27500. القناة الثالثة هي قناة روتانا دراما، القناة الشهيرة. تردد القناة هو على نايل سات 11296، الاستقطاب أفقي الترميز 27500 ومعدل التصحيح هو 3/4. القناة الموالية هي قناة كايرو مسلسلات التي تبث على التردد على نايل سات، تردد 11117، الاستقطاب عمودي والترميز 27500. طبعا يمكنكم الاحتفاظ بهذا الفيديو والعودة إليه ما تحتاجتم أي تردد تعودون إليه لأخذ تردد القناة التي معكم. القناة الموالية هي القناة التي يعرفها الكثيرون والمشهورة، وهي قناة ام بي سي دراما على نايل سات. القناة لها عدة ترددات كما تلاحظون. التردد الاول، طبعا هناك ترددات تعمل في الخليج ولا تعمل في شمال افريقيا مثلا، والعكس هناك ترددات تعمل في شمال افريقيا ولا تعمل في المشرق او الخليج العربي خصوصا. إذن ترددات كلها على نايل سات. تردد الأول لأم بي سي دراما هو 11938، التردد الثاني هو 11470، التردد الثالث 11559، الاستقطاب عمودي والترميز 27500. تنتقل لقناة أخرى وهي قناة لنا التي تبث على النايل سات وفق التردد 12360، رأسي أي عمودي والترميز 27500. قناة موالية هي قناة الحياة مسلسلات، القناة المصرية المعروفة قناة الحياة للمسلسلات التي تبث على النايل سات على التردد 12437، الاستقطاب عمودي والترميز 27500. القناة الموالية هي قناة أون دراما، قناة أيضا مصرية تبث على النايل سات وفق ترددين. التردد الأول هو 11488، الاستقطاب عمودي أو رأسي ومعدل الترميز 27500. التردد الثاني هو 10853، الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500. ننتقل إلى قناة فاميلي دراما، ترددها هو على نايل سات طبعا 10872، الاستقطاب عمودي والترميز أو معدل الترميز 27500 ومعدل تصحيح أوتو أو آلي.
القناة الموالية هي قناة صدى البلد دراما. قناة صدى البلد قناة لها عدة قنوات أيضا، ومن بينها قناة صدى البلد للدراما، وهي قناة مصرية خاصة بالدراما العربية والأجنبية المدبلجة، وتتخصص في عرض المسلسلات والأعمال الدرامية أيضا، وتبث على ترددين على النايت سات. التردد الأول هو 12284 الاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500. التردد الثاني لنفس القناة، قناة صدى البلد دراما نعم، هو 11430 عمودي، ومعدل الترميز 27500. قناة دي ام سي دراما، دي ام سي يظن قناة مصرية نعم، وهي متخصصة في عرض المسلسلات الدرامية القديمة والحديثة، هذه أغلب المسلسلات التي تعرضها سابقا. المميزات هي قناة مميزة يعني، ويفضلها الكثيرون بسبب المحتوى الذي تقدمه، وهي تبث على التردد الآتي 11449 الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500. ننتقل إلى القناة الموالية التي ستعرض مسلسلات رمضان هذه السنة، وهي قناة سي بي سي. قناة سي بي سي هي شبكة لها عدة قنوات، من بينها ما يهمنا اليوم هو قناة سي بي سي دراما، وهي متخصصة أساسا في عرض أجمل وأحدث المسلسلات العربية والهندية، في بعض الأحيان تقوم بعرض مسلسلات هندية مدبلجة لعشاق الدراما الهندية، وهي تبث على ترددين على النايل سات. التردد الأول 11488 عمودي، نعم الترميز 27500. التردد الثاني هو 11919 الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500. عفوا، ننتقل إلى القناة الموالية وهي قناة نايل دراما، وهي قناة مشهورة جدا، القناة التابعة للتلفزيون المصري أو تابعة لشبكة قنوات النيل الكثيرة والشهيرة جدا، والتي هذه القناة، قناة نايل دراما، تقوم بعرض المسلسلات المصرية القديم منها والجديد، وهي تبث وفق التردد التالي 11843 الاستقطاب أفقي. قناة أيضا تبث مسلسلات رمضان لهذه السنة، وهي قناة النهار دراما، التي تبث وفق التردد 11488 الترميز 27500 أفقي كما قلت. هذه هي القنوات التي ستبث مسلسلات رمضان لهذه السنة، وإن كانت لديكم أي قناة أخرى تريدون معرفة ترددها فلا تترددوا في السؤال في التعليقات بوضع تعليق أو إضافة تردد أو قناة أخرى لم أقم بوضعها في هذا الفيديو. دمتم أوفياء القناة. للذين لم يشتركوا بعد في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أحدث الترددات بل أحدث الفيديوهات التي نقوم بعرضها على قناتنا. شكرا لكم.